فضيلة الشيخ جزاك الله خير، عندي سؤال. نعم. يقول ما رأيك في من يقول أن طلب العلم في قراءة الكتب فقط، ولا يتعلق ذلك بالعلماء إلا يعني الأفاضل، وأنه يقول أيضا إلا إيش؟ إلا يعني الأفاضل، يعني يقول بس إلا إيش؟ إلا الأفاضل؟ نعم الأفاضل، يعني العلماء الكبار. نعم اللي مثل ابن تيمية وابن القيم. نعم. لا لا لا، العلماء الحاضر الآن. طيب الأفاضل جزاهم الله خير. وأنه يقول إذا عارضتني مسألة من المسائل أبحث فيها، ثم يعني بعد ذلك إذا ما استطاع أردها إلى المشائخ، مع العلم أنه ليس عنده العلم الذي يعينه على ذلك. أفتونا مجورين جزاكم. أقول في الجواب على هذا السؤال، الغالب في الأمور أن الناس يكونون فيها طرفين ووسطا، فهذا القول الذي قاله الأخ يعارض بقول من قال من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فمن الناس من يقول إنه لا طريق إلى العلم إلا بالتعلم من معلم، ومن الناس من يقول بل هناك طريق إلى العلم وهو التلقي من الكتب. والصواب أن الطريقين صحيحان، التلقي من الكتب والتلقي من أفواه العلماء، ولكن لا بد من شرط أساسي في هذين الأمرين. الأول أن يكون الكاتب أي المؤلف موثوقا في عقيدته وفي علمه وأمانته، وكذلك نقول في المعلم لا بد أن يكون موثوقا في عقيدته وفي علمه وأمانته. ولكن تلقي العلم من أفواه العلماء أيسر وأضبط وأسرع، لأن العلماء كالطباخين الذين جهزوا لك الطعام، بخلاف الذي يعاني طبخ الطعام فإنه يشق عليه، وربما يأكله قبل أن ينضج، وربما يحرق قبل أن يأكله. فالتلقي من العلماء أيسر وأضبط، ولهذا نرى بعض الإخوة بل بعض العلماء الذين اعتمدوا في علمهم على قراءة الكتب فقط، نرى عندهم أحيانا شطحات بعيدة جدا عن الصواب، لأنهم لم يتلقوا عن علماء ناضجين. لكن إذا لم تجد الماء فتيمم صعيدا طيبا، إذا لم تجد العالم الذي تتلقى من فيه فاقرأ الكتب. ثم إنه إذا قلنا بأن التلقي من العالم أسرع وأحفظ، فلا يعني ذلك أن لا يرجع الطالب إلى الكتب، بل يرجع إلى الكتب لكن رجوعا مقيدا بتوجيه العالم الذي يقرأ عليه. نعم.